والله ما عايزين حاجه تقول لنا مكونات بقى عايزين نتكلم عن قول لنا بقى مكونات بص يا بس لما نيجي نتكلم على مكوناته بص هتلاقي في السوق ممكن تلاقي فيه حاجات عباره عن الياف مم. وحاجات تاني عباره عن كروميوم وحاجات ترى ليه في حاجات فيها الياف دوابه في حاجات مش الياف دوابه مم. لما النهارده انا اكو اجمع كل المكونات دي في مستحضر واحد مم. يبقى لازم يكون زبست اللي هو بيستا بيستا عباره عن ايه بالراحه كده نتكلم على الالياف Okay. مجموعة الالياف والالياف دي دوابة وغير دوابة، الالياف دي اللي عبارة عن ايه؟ عبارة عن السيليوم والشوفان دي اللي هي الالياف الدوابة. تمام <applause> وعبارة عن ردة القمح دي الالياف الغير دوابة. <applause> طب ايه بقى فائدة الالياف الدوابة والالياف الغير دوابة؟ لما نيجي نتكلم على الالياف الدوابة وده اللي احنا في اخر الحلقة هنشوفه بسرعة عملية بقى. هنشوف فعلا دي ده حقيقة ولا مش حقيقة. <applause> الالياف الدوابة دي حضرتك بتعمل مادة هلامية، المادة الهلامية دي حضرتك لما تاخديها بتنفش في المعدة مم. فايه اللي بيحصل لما تنفش المعده بتقلل حجم المعده صحيح لما بتقلل حجم المعده يبقى حضرتك كميه الاكل اللي بتاخديها هتقل صحيح ومعدلات الشبع هتزيد مم. دي رقم واحد رقم اتنين الالياف الغير دوابه بتنزل من المعده على الأمعاء صحيح فايه اللي بيحصل فبتخلي الجسم يتخلص من الفضلات بصوره طبيعيه لان هي بتظبط حركه الامعاء اه مزبوط. يبقى الامساك اللي كان بيحصل لي مع الناس الدايت. اللي بتعمل آه. دايت ما بقاش موجود مم. وعلى فكره ده هيلاحظ الاستاذه المشاهدين هيلاحظوه من اول باكو بياخدوه من بيستا يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على الالياف الزواب الالياف غير الزوابة احنا متكلم... مش احنا من شويه قلنا البقدونس والبقدونس أيوة الالياف آه. يبقى الالياف بتعمل ايه بتعمل بتقلل من امتصاص الدهون دهون مظبوط مش ده ح... على فكره احنا بنتكلم على الحقيقه دلوقتي طبعا احنا دلوقتي لان الكلام النظري ليه كلام عملي عملي مم. لما انا هنا يبقى انا اتحكمت في معدلات الشبع والشهيه تاني حاجه ان انا قللت امتصاص الدهون ده الدور بتاع الالياف كويس طب هل بيستا وقفت على كده احنا ليه بنقول بيستا ذا بيست مم. يعني ليه بيستا هي الافضل مم. لان هي مكوناتها هي اللي بتخليها كده نروح بقى للمجموعه الثانيه المجموعه الثانيه دي عباره عن ثلاث حاجات مم. حاجه اسمها الكروميوم. والكروميوم ده على فكره هي ماده طبيعيه موجوده في الجسم مم. مع مرور الزمن ومع العادات السيئه في الاكل مم. اللي بيحصل الماده دي بتقل مم. الماده دي هي مسؤوله عن ان احنا بنزود معدلات حرق النشويات النشوات هي المادة الأساسية في الكربوهيدرات اللي آه. هي بتمثل 60% من الوجبة الأساسية بتاعتنا تمام الكربوهيدرات تمثل 60% فبيست النهارده الكروميوم م. والكروميوم فيه تركيز 500 جرام ده أعلى تركيز موجود في أي مستحضر موجود في السوق المصري